ورجعنا لكم مره تانية مشاهدينا، وبرحب بيكم. لو ليكم اي استفسارات او تساؤلات ممكن تتواصلوا معانا من اي تليفون محمول على 1480 او من اي تليفون ارضي على 0909380. في فقرتنا التانية النهارده هنتكلم فيها عن موضوع يمكن سيدات كتيره بيتعرضوا ليه لكن مش بيتكلموا بيه عنه بطريقه واضحه، لكن النهارده في برنامجنا هنتكلم عنه باستفاضه، وهو التشنج المهبلي. ايه هو التشنج المهبلي؟ ايه هي اسبابه واعراضه؟ طرق الوقايه والعلاج؟ وهل لي يعني من اسبابه عضويه ولا اسبابه نفسيه؟ وايه اثره على العلاقه الجنسيه بالنسبه للسيده؟ ده هنعرفه من الدكتوره اللي مشرفانا في الاستوديو، الدكتوره رانيا السيد عبد العليم، مدرس العلاج الطبيعي القصر العيني جامعه القاهره. اهلا بك يا دكتور، شرفتينا. التشنج المهبلي يا دكتور، ايه هو التشنج المهبلي؟ التشنج المهبلي ده بيبقى تقلص في عضلات المهبل بتمنع حدوث علاقه زوجيه. يعني مجرد تقلص في العضلات، تقلص هو سببه تقلص في عضلات، يعني بيحصل العلاقه تلاقيها الدنيا مقفوله، فبيمنع حدوث علاقه زوجيه. دي بقى طبعا اسبابها، اسباب تقلص العضلات ده بيبقى اسبابها ايه يا دكتور؟ اسبابها ممكن تكون اسباب يا اما نفسيه يا اما عضويه. الاسباب بتاعتها بصفه عامه العضويه دي معتمده على نوع التشنج المهبلي ده. هل هو في نوعين منه، في نوع اسمه برايمري اللي هو الاساسي، وفي نوع بيبقى ثانوي. الاساسي ده بيبقى ليه اسباب، لكن الثانوي مش يعني هي كانت طبيعيه وحصل لها مشكله فبقت كده. طب خلينا نجزئها جزء جزء يا دكتور ونفسر اسباب كل واحد. لو حضرتك قلت ان هو في نوعين، نوع اساسي ونوع ثانوي، اسباب الاساسي ان هي، خلينا نبدا بالاسباب الاساسي، ايه هي اسبابها؟ اسبابه ممكن تكون مشكله نفسيه، حاجة حصلت في ذهن المريضة من قبل ما تتجوز. حد قال لها معلومات خاطئة، حد خوفها، حد بين العلاقة دي على انها حاجة غلط. حاجات كتيرة نفسية ممكن تسبب الموضوع ده. ممكن برضو طريقة البارتنر الشريك نفسه، في حاجة بنسميها invisible penetration، يعني علاقة بشكل مفاجئ وسريع من غير مثلا مقدمات زي ما ربنا قال وقدموا لانفسكم. كل الحاجات دي ممكن تسبب اللي هو البرايمري فاجينيزمس اللي هو التشنج المهبلي الاساسي، اللي هو وده هيؤدي لايه؟ المشكله ان هو الموضوع بيبدا الاول هي عندها خوف فبتعمل انقباض يعني نتيجه الخوف بيحصل انقباض للعضلات او تقلص العضلات بتاعت الحوض. الاول هي بتعملها فولانتري، بعد كده بعد فتره من كتر ما الموضوع بقى مرتبط بالحاله النفسيه ومن كتر ما هو بقى مجرد الكلام عن السيره دي او الكلام حتى الخارجي، يحصل الانقباض في عضلات المهبل دي واغلاق لفتحه المهبل تماما. مشكله بقى الاكبر من كده انه بعد فتره بيبقى الموضوع لا ارادي، بيبدا المخ نفسه يرسل اشارات للمكان ان هو يتقفل. يعني بيبدا الموضوع بقى يبقى يعني مش اندر هير كنترول، هي مش متحكمه تسيطر عليه، هي بقت مش متحكمه فيه. ويفضل الموضوع ده يعني مش بس وقت العلاقه الزوجيه، بيفضل الموضوع ده يعني موجود على طول عندها. شفت حالات في العياده 4 سنين جواز وما حصلش علاقه. وفي بقى شهرين وفي 6 شهور وفي 3 سنين. يعني نتاجته طبعا ممكن يعني طلاق، اكيد اكتئاب، حاله نفسيه وحشه على فكره للاثنين طبعا، للاثنين مش بس للسيده بس طبعا، مش لفرد واحد. مثلا بيأثر على الاكتيفيتي بتاعتها وعلى وبيعمل بيدخلها في اكتئاب وعلى الوظائف، احساسها بثقتها بنفسها طبعا، ده بيأثر على الثقه بنفسها، فبالتالي بيأثر على حياتها ككل، سواء علاقتها مع جوزها، علاقتها باللي حواليها، فبتبقى يعني دايره ملاقه بتسبب اثار سلبيه كتير. يعني المشكله الاساسيه في النوع الاولي ده يا دكتور اللي هو الحاله النفسيه، او حدوث حاجه اسمها برضه هي نفسيه سايكولوجيكال تروما. بمعنى ايه؟ في بدايه العلاقه مثلا حصلت فجاه بدون اي مقدمات، بسرعه، من غير مقدمات كفايه، كل الحاجات دي ممكن تعمل مشكله نفسيه طبعا، توتر مع عدم ادراك يعني الشريك الاخر الثقافه الكافيه
بازاي اتمام العلاقه دي بشكل صح، وازاي التقديم ليها، وازاي يتعامل مع الزوجه. وبعدين المشكله في الفيميل السيدات ان الموضوع يعني لازم ليه مقدمات كمان نفسيه طبعا، يعني لازم يبقى فيه تاهيل نفسي قبل ما يحصل العلاقه. اكيد مش قصه انه يعني دي مهمه، لان ممكن يترتب عليها مشاكل تأثر بعد كده على الحياة كلها. طيب يعني الوقاية من الحاجات دي يا دكتور، خاصة يعني ممكن سيدات تبقى حساسة زيادة عن اللزوم، فمحتاجة فعلا ان هي التأهيل النفسي الأولي لموضوع العلاقة. الوقاية من الحاجات دي بتبقى عبارة عن ايه؟ احنا اوريدي اصلا جزء من العلاج بيبقى فيه حاجة اسمها تعديل السلوك. بمعنى ايه؟ تعديل التفكير اللي هو التروما اللي حصلت لها او الصدمه او الازمه اللي حصلت لها، نشوف الاول سببها ايه. لانه سببها لو في معلومات خاطئه حد بياخدها من بره، المفروض ان هو ايه يتجنب ان هو تاخدي معلومات من بره طبعا. يعني الاحكام بتاعتك عن طريق يا اما هتلجئي والبعد تماما عن الكتب الرخيصه اللي بتتباع في القصص دي والحكايات والكلام ده كله، البعد تماما عنها، يا اما هتاخديها عن طريق يعني الفقه بتاع النكاح من السنه ومن الدين، يا اما بتاخديها عن طريق الكتب الطبيه والاستشارات الطبيه بتاعت الدكاتره. لكن ما ينفعش ان انت هتاخدي الاحكام دي ابدا، يعني كل الحاجات دي ممكن تؤدي لنتائج سلبيه. وممكن هي الناس تانية عندهم خبره مختلفه تماما، عندهم مشاكل في الموضوع ده، فينقلوا الخبرات الخاطئه للشخص الاخر طبعا. صح. اللي هي الخبرات السلبيه طبعا، وهي ما عندهاش فكره، فتاخد الباك جراوند اللي اتحط في البرين عندها في المخ كلها هتبقى الايه؟ خبرات سلبيه. وفي حاجات يعني ده الموضوع ده مؤلم، ده الموضوع انت نفسيا قبل ما يعني تدخلي عندك المخ خلاص قفل وارسل الاشارات بكده. المشكله بقى بعد كده كمان ان هو مش بس بتتقفل، لانه المخ بعت اشارات، يعني العضلات نفسها يعني ما بتبقاش، يعني المفروض ان عضلات المهبل عضله قابله للانبساط والانقباض والانقباض، هي العضله عندها بتبقى مش عارفه هي تتحكم فيها، ان هي يعني احنا جزء من العلاج ان هي بنعلمها ان هي تتحكم في العضله دي، ان هي تنقبض وتنبسط اللي هي الطبيعه بتاعت ربنا اللي خلقها. لا، هي العضله تبقى منقبضه وتبقى رافضه ان هي تريلاكس. العضله مش راضيه ترتخي، وهي ما عندهاش القدره ان هي تتحكم في عضلتها خلاص. طب حتى لو حصلت العلاقه، ده ممكن يسبب لها الام نتيجه ان هي العضله عندها دايما منقبضه مش بتنبسط. ده هتبقى الالام اللي هتحصل، ومفيش قبل العلاج يعني حدوث علاقه قبل ما تيجي تتعالج، ده هو ده المشكله الكبيره. يعني المفروض انا مجرد انه انا او يعني الزوج او اللي قبل العلاقه اصلا يحصل الانقباض ده. صح. فلازم تروح يعني تعمل الجلسات بتاعت العلاج، والعلاج سهل وبسيط ما ياخدش غير اسبوع واحد. بس حتى لو ما بين الزوجين كانت العلاقه كويسه ما فيهاش اي مشاكل، لكن نتيجه خلافات اسريه، نتيجه خلافات ما بين الزوجين، ممكن يحصل لها تشنج المهبلي. طب حتى لو ما عندها بدايه ما كانش عندها الموضوع ده، ده بقى نتيجه الحاله النفسيه. ده الموضوع الثاني اللي هو الدنيا كانت كويسه وفجاه مش نافع، في حاجه غلط. دي بقى اسمها تمرين اللي هو الثانوي، اللي هو نتيجه سبب اخر. قد يكون زي ما انت بتقولي، ممكن تكون فعلا اسباب نفسيه جدت تعمل كده، تخليها متوتره ومش عايزه وممكن اسباب تانية بقى اللي هو الام شديده في اسفل الظهر تاثر. الام البطن تاثر على الموضوع. الام البطن نتيجه برضه حاله نفسيه ولا نتيجه مرض عضوي؟ مرض عضوي بقى، مرض سبب عضوي. سبب ثانوي يعني سبب اخر ادى لمشكله ثانيه. ممكن يعني ناخد بالنا انه حد عنده الم في بطنه، فيمكن ده يكون سبب ان هو مانع سببت تاثير على العضله نفسها بالنسبه للمرض. ممكن الام الظهر الشديده تعمل كده. تبقى هي عندها كده انها مش مستحمله، يعني عندها الم في حته ثانيه فمش مستحمله، فبيأثر على عضلات اخرى في الجسم. بالظبط. الام بتاعت مفصل الحوض تأثر برضو. جفاف المهبل لو لاي سبب، مثلا بارسولين كلانس، غدد اسمها غدد برشلونه، فيها مشكله فتأثر على الافرازات بتاعت اللوبريكيشن بتاعت المهبل.
فكل دي ده بتؤدي لتقلصات العضلات برضه. ما هو الجفاف ممكن يعمل فعلا تقلص في العضلات. الولاده الحديثه خصوصا لو ولاده طبيعيه وفي جرح في المكان بعدها بفتره ممكن ابطو مثلا، مش بس فتره النفاس لا، في لحد ممكن 3 شهور في ناس بيبقى الجرح ده يعني بياخد وقت على ما يشفي طبعا. هي القصه برضو بصي هي علاقه يعني ميوتشوال، يعني علاقه ثنائيه يعني لازم الطرف الاخر يبقى متفهم طبعا ويبقى برضو فاهم، وقد يكون السبب اصلا مش يعني سبب المشكله اللي عندها هو. بمعنى ايه يعني؟ ده بترجع للحاله النفسيه سواء في مشاكل او في ممكن او نوع طريقه العلاقه نفسها. ممكن هي تبقى سبب المشكله، يعني ممكن الطريقه وعدم التقديم ويعني ما هو برضه حدوث العلاقه دي قبل الوقت المناسب اللي المراه تكون مجهزه ليه ممكن يسبب مشاكل بعد كده ثانيه. فلازم يبقى في حاجه كالتشر، ثقافه، يعني الاثنين فاهمين والاثنين متفاهمين، وفي حاجه ثانيه اسمها النيد، متفاهمين احتياجات الاخر، احتياجات كل واحد متفاهم احتياجات الاخر دي ايه واحتياجاته هو النفسيه ايه والجسديه ايه. علشان هي كمان بالنسبه للسيده يا دكتور بتبقى التجهيز النفسي طبعا اكبر بكتير، والمشاعر بتختلف عن الرجل، يعني الرجل يعني التجهيز النفسي مش بيبقى كبير بالنسبه زي السيده، فالنقطه دي مهمه جدا. بصي هقول لك على حاجه، التجهيز النفسي المشكله عند الفيميل ان الموضوع اصلا من البرين بيبدا سايكولوجيكال نفسيا ما بيبداش فيزيكال، مش بيبدا عند الرجل بيبقى فيزيكال اكتر، بيبدا فيزيكال بس برضو خلينا نقول ان المشاكل النفسيه ممكن تاثر على قدره الراجل كمان طبعا من كتر الاستريس ازاي برضو ياثر عليه، يبقى هو ما عندوش مشاكل عضويه لكن كتر الاستريس النفسيه يعني بصي هو عامل مشترك بينهم هما الاثنين، ما تقدريش تقولي ان ده هياثر على الفيميل بس وما تقدريش تقولي ان ده مش هياثر خالص على الراجل حتى لو الموضوع بيبدا عنده فيزيكال طبعا تمام. بس هي الاساس انه يبقى فيه تجهيز، يعني اللي هو يعني يبقى في المراه مجهزه نفسيا قبل ما تكون مجهزه عضويا، وبرده لازم تبقى مجهزه عضويا زي ما احنا قلنا الطريقه نفسها. طب نرجع للنوع الاولاني بالنسبه، يعني احنا قلنا الوقايه والطريقه نفسها كاستعداد، العلاج الطبيعي ازاي بيجيب نتيجه مع السيده في المشكله دي؟ اولا في النوعين لو حصلوا مش النوع الاولاني بس احنا بناخد نفس العلاج بالنسبه للنوعين بلس في النوع الثانوي بندور اكتر لو هي مشكله عضويه بقى بنعالجها، يعني لو ألم في الظهر ألم في المعدة نشوف سببها ايه ونعالج. لازم نبدأ علاج للمشكلة الثانوية، لو هي أثرت بشكل بقى والموضوع محتاج علاج هناخد نفس كورس العلاج بتاع الموضوع اللي هو الفاجينيوس الأساسي. اللي هو ايه بيبقى يا دكتور؟ بنعمل بقى في أول حاجة بنعمل حاجة اسمها باي فيدباك تريننج، اللي هو حاجة اسمها التغذية الرجعية، بيبقى جهاز عبارة عن بالون ما فيهاش هواء، بالونه صغيره جدا بتدخل متوصله بجهاز، بتدخل ما فيهاش هواء خالص، فاضيه وصغيره جدا، وبتبدا البالونه دي تحسها انفليشن تتنفخ تكبر تكبر بالتدريج، بلس بقى انه في شاشه متوصله بالجهاز فيها اشارات كده مثلا ابس كده يبقى ده انقباض، اخر حاجه كده يبقى ده ايه انبساط، او ارقام انه كده انت منقبض على الاخر وكده انت بداتي تنبسطي بقيتي من رقم لحد رقم، او بتطلع الشاشه دي بتطلع اصوات. الصوت ده معناه بتعلميه لها، ده معناه ان انت عضلاتك دي منقبض على الاخر او عضلاتك دي بقت ريلاكسد، واكوردنج للرقم احنا بنريلاكس اكتر لحد ما نقدر نوصل لاكتر رقم هي تقدر تريلاكس فيه. بتشوفي الشاشه وبتبدا البالون دي انفلات بتتنفخ بالتدريج واحده واحده وبنبدا نعلمها. هي بتبقى شايفه صوت الشاشه او شايفه العلامات اللي على الشاشه، بتبدا هي تحاول بقى تريلاكس يعني نفسها اكوردنج للقرايات اللي قدامها. بنعمل الموضوع ده جلستين في اليوم لمده اسبوع، يوم بعد يوم لمده اسبوع.
وبتبقى كده كفايه خلاص بعد كده علاقه خالص. اه ما بيحصلش اثنائهم علاقه. اه مفيش اي ادويه برضو يا دكتور بتساعد على ان هي العضله بتبقى بالارتباط والانبساط؟ الموضوع شويه متعلق بعضلات الحوض، وممكن تدي حاجه مصر ريلاكسنت. اه الحاجات البسيطه. اه حاجات بسيطه ممكن تدي حاجه انتي ديبريسنت. ممكن استعمال، لان الحاله النفسيه برضو زي ما حضرتك قلتي لازم تتعالج. طبعا. غير ان هو لما نبدا في العلاج الطبيعي، لا حالتها النفسيه التاهيل احنا قلنا اول نقطه نعملها في العلاج قبل ما نعمل كمان البايو فيدباك اللي هو البيهيفير موديفيكيشن، تعديل السلوك نفسه، البيهيفير نفسه، طريقه التفكير للبارتنر، للاثنين مش لواحد، انت بتقعدي مع الاثنين. يعني لما بيجي حاله زي كده احنا ما بنقعدش معاها هي لوحدها، طبعا لازم نسمعها ولازم نسمعه عشان نطلع المشكله الاساسيه فين والمشكله بتاعت كل واحد فين، لان احنا عايزين نعرف السبب اصلا ايه عشان نعالجه. يعني ما انت لو هي مشكله نفسيه لازم نعالجها بينهم هما الاثنين، لكن مش مجرد اعراض بنعالجها، لازم نعرف السبب عشان تختفي الاعراض. اول حاجه في العلاج اول حاجه تعديل السلوك، البيهيفير موديفيكيشن فور البارت الاثنين، وده مش غلط. ده مشكله زي ظهري وجعني ورحت اعالجه، سواء يعني ده مش غلط سواء للميل او للفيميل، ومش عيب مش عيب لاي من الطرفين، يعني لاي ده هيساعدهم هم الاثنين. اه بالظبط، احسن ما نعيش حياه مش كويسه ومش سعيده او منفصل. فده مش غلط انه هو يروح يعني لو في مشكله يتوجه ليها، ولو في مشكله هي تتعالج منها او هو يتعالج منها، ده مش يعني الثقافه دي، لا ده مش عيب ومش غلط وحاجه يعني ما فيهاش خجل. دي زي ظهري وجعني، زي رجلي وجعني، زي ركبتي وجعني، زي عندي سمنه ورايحه خس. طبعا فالعلاج بالنسبه للنوعين يا دكتور بيكون هو بيهيفير واحد. اه بتعدلي بقى، بتشوفي المشكله فين وبنعدل السلوك، دي اول حاجه. بعد كده بتقعد على جهاز البايو فيدباك بقى، بتتعلم عن طريق ان هي بتتابع الشاشه دي بالارقام وبالعلامات، هي احنا بنعلمها لها وبنقول لها العلامه دي معناها كذا، او الرقم ده معناه كذا، او الصوت ده معناه كذا، وهي بتبدا تتابع الشاشه وبتبدا تريلاكس. ده بيعمل حاجتين، بيشتغل على حاجتين، اولا بيشتغل على اشارات المخ لان هي بقت ايه، الموضوع طالع من بالنسبه لها طبيعي، في فيجن اللي هي الرؤيه، وفي اوديتري اللي هي السمع، فهي شايفه وسامعه وحاسه وبدات تتحكم في عضلاتها. يبقى احنا عالجنا الموضوع من فوق من السنتر في المخ، وعالجناه برده من ايه، من العضلات نفسها والمشكله. بتبدا بقى فتره العلاج بتاخد تو سيشن، هي مرتين في الاسبوع لمده، لا مرتين في اليوم، مرتين في اليوم لمده، اه بتاخد سيشن وبتريح، وبعدها بتاخد سيشن ثانيه وبتريح، وبعدين تريح يوم خالص، وبعد كده وبتاخد تمرينات تعملها في البيت. وبعد كده بنبدا نعمل ايه، فايده التمرينات برضو ان هي بتساعد على التقلص او انبساط العضلات. هقول لك دلوقتي التمرينات، اولا التمرينات في جزء بتعمله في الكلينيك في العياده، ان احنا بنعلمها اول حاجه، بنعمل حاجه اسمها اطاله. قد تكون هي برضه عندها مشكله اوت اوف هاند، ان هي اصلا تكون عضلات الحوض عندها اصلا قصيره قوي، فمحتاجه يتعمل لها حاجه اسمها ستريتشنج، اطاله للعضلات دي. مجرد ان هي عملت الاستريتشنج اصلا 50% من المشكله اتحلت. وبسهوله بمجرد التمارين اللي ممكن تلجا لها دي بتساعد على اطاله العضلات. طبعا طبعا، هي عضله فيها تقلص، زي ما يجي كرامب في رجلك، هي عضله زي اي عضلات الجسم. اه عضله فيها زي يكون عندك تقلص في عضلات الظهر، زي يكون عندك تقلص في عضلات رقبتك. مجرد ان انت رحتي عملتي جلسات وعملنا ريلاكسيشن للعضله دي بقيتي كويس، مش هتفضلي عندك تقلص في ظهرك طول عمرك. هي نفس الموضوع بالعكس. فبعد التمارين دي يا دكتور بتعمل تمارين في العياده، وبعد كده برضو التمارين دي بتستمر عليها؟ اه بنعمل حاجه اسمها بلفيك فلور او كاجوال اكسرسايز. بمعنى ايه؟ هقول لك عليه. بتعمل تمرينات ان هي للحوض ولعضله المهبل نفسها. وبتحاول ان هي بنعلمها لها، بتحاول التمرينات دي الهدف منها حاجتين، يا اما هي زي ما قلنا اطاله، يا اما ان هي بنعلمها ازاي تتحكم في العضله دي. هي بس ازاي اعرف ان هي عندها مشكله في طول العضله نفسه؟ هل الاعراض اختبارات بنعملها في العياده، بنعمل تيست معين لكل عضله من عضلات الحوض وبنشوفه. وبعدين بعد ما بنخلص انا عايزه اتاكد، في جهاز بتوصل برده في شاشه صغيره بالارقام من 1 لحد 10. بنبدا اولا في الاول استحاله الجهاز بتاع التقييم ده يدخل نتيجة ان العضلة قصيرة، عضلة المهبل نفسها مقفولة، مقفولة تماما، استحالة يدخل. وانس ان هو دخل، دي اول علامة امبروفمنت،
طيب. خلاص ان هي اتحسنت. دي بدايه. بعد كده بقى هي بتبدا لا ريلاكس كمان. شوف اكتر حاجه قدرت من 1 لـ10 ريلاكس كام. المفروض يعني على الاقل وبعد الطبيعي تبقى من 4 لـ5. بعد كده او وفي ناس بيجيبوا اقل من كده. معظم الناس بيقدروا يوصلوا. بس اكيد مع الوقت بقى ومع التمرينات هتقدر ان هي توصل لمرحله اعلى. ده هو العلاج. بقول لك هو الكورس هم 3 مرات اسبوع واحد وخلصنا على كده. تيجي 3 ايام في الاسبوع وخلصنا على كده وبتمارس حياتها والمشكله بتتحل خالص. وحضرتك قلتي برضو في تمارين في البيت ان هي لازم تتابعها. نفس التمارين بتبقى هي ولا تمارين مختلفه؟ في تمارين بس في حاجه انا بعملها بايدي بعلمها لها ازاي هي تعملها بنفسها بطريقه مختلفه. بس بتتعلمها. فلازم يعني تواظب على حاجتين، ان هي الجلسات اللي هي زائد التمرينات اللي هي في العياده والتمرينات اللي لازم تلتزم بيها برضو في البيت. والنتيجه يعني بتبقى بنسبه قد ايه؟ يعني بصي انا كل الحالات الحمد لله اللي اتعالجت ومفيش ولا حاله يعني ما حصلش فيها استجابه. يعني كل الحالات استجابت. مفيش حاله من الحالات ما حصلش فيها تحسن او استجابه. لان هي عارفه مشكله معينه وانت حطيتي ايديكي على السبب طبعا هتعالجيها. رغم ان هي مشكله صغيره وحلها بسيط نظرا للخجل وان الناس ما تتكلمش في المواضيع دي. عنها كتير. يعني بقول لك انا شفت يعني حاله كان بقى لهم 4 سنين و5 سنين وشفت 6 سنين. والله خلينا ناخد ونكمل كلامنا. استاذ حسين الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. سمحت اسال يا دكتوره. مع حضرتك اتفضل. سمحت يا دكتوره، ايه الاسباب بتاعت البرود الجنسي لدى السيدات بعد سن ال 50 وعدم الرغبه؟ هجاوب حضرتك. ايه اسباب وقال له علاج يعني؟ حاضر هنجاوب حضرتك. شكرا حضرت. شكرا شكرا. اولا البرود الجنسي بالنسبه لبعد السن. اولا دي معلومه خاطئه تماما. بعد انقطاع الصم الدورة بيبقى احتياج المرأة للموضوع ده يمكن اكتر من قبل كده. دي معلومة دي معلومة خاطئة. حياة ليه؟ لان مثلا مسؤولياتها قلت وتبقى فاضية اكتر. لا كمان عايزة اقول لك انه الناس فاكرة اللي بينقطع في حياة المرأة هي الدورة الشهرية فقط وقدرتها على الانجاب وليس قدرتها على استمرار حياه جنسيه او حياه زوجيه. ده مش ده اللي انقطع. بس فالناس رابطه بين دي ودي. الموضوع غلط تماما. بالعكس بعد ده في ابحاث بره اتعملت ان بعد لقوا ان الرغبه والنضوج بتاع المراه في الفتره دي بيخليها اكثر احتياجا واكثر يعني ايه يعني عندها يعني ايه بقت عندها خبرات النضوج في الموضوع ده اكبر بكتير. بالاضافه طبعا الى ايه الالام اللي بتجي لها كل شهر والحاجات دي كلها وبتلخبطها والهرمونات بتبدا تتحسن شويه. وبتهدى بالعكس. يعني الموضوع ملوش علاقه خالص بسن ال 50. طيب دكتور رانيا بشكرك لوجودك معانا وشرفتينا.